منه وما الذي أراده منه نبيه صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل بدأ القرآن الكريم بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، فجاءت أول لفظة في القرآن الكريم تدعوك أيها الإنسان. هذا التمرين هو تمرين المدربين على إشارة العين وكيفية مراقبة المجموعة كلها أثناء تقييم العرض. طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا.